سوف نتعرف في هذا الدرس على العمليات التستينج، أي الاختبار. عمليات الاختبار، ما هي عمليات الاختبار؟ تستخدم هذه العمليات من أجل معرفة نوع المتغير وتقوم بإرجاع قيمة إما true أو false. شو يعني هذا الكلام؟ يعني على سبيل المثال لو عندي أنا integer، على سبيل المثال integer A تساوي 10 على سبيل المثال، ورحت عملنا print بهذا الشكل، عملت A is، لاحظوا integer بهذا الشكل، شو رح يعطيني؟ لو عملنا تشغيل حيعطيني true. ليه؟ لأنه فعلا أنا عم بقول له هون هل الـ A نوع integer؟ فعلا الـ A نوع integer. طيب لو كان الـ A نوع string على سبيل المثال بهذا الشكل، طبعا هون إلى آخره بهذا الشكل، حيعطيني false. ليه؟ لأنه الـ A ليست من نوع integer إنما من نوع string. هاي نقطة كثير يا شباب مهمة. الـ is في عكس الـ not is. الـ not is المقصود فيها، عفوا بنكتب هون بهذا الشكل، الـ not is هي المقصود فيها هل الـ A لا يساوي integer؟ إذا كان الـ A لا يساوي الـ integer اطبع لي true. حنشوف فعلا طبع لي true. ليه؟ ليه طبع لي true؟ لأنه أنا عم قوله إذا كانت الـ A لا تساوي الـ integer طبع لي true، فعلا الـ A تساوي string. أما لو كانت integer حيطبع لي أكيد false بهذا الشكل. رقم 10 لو عملنا طباعة فحيعطيني قيمة الـ false، وهذا يعني إنه الـ A لا تساوي الـ integer. تمام. آخر شيء نحن حنتعرف على عمليات الاساينمنت أو المساواة. عمليات المساواة هي من العمليات المهمة كثير واللي لازم نركز فيها بشكل كبير. أول عملية من عمليات المساواة، مثلا لو أنا عملت integer A تساوي 10، أول عملية هي اليساوي. شو يعني اليساوي؟ يعني أنا أسند قيمة للمتغير A بأنه يساوي 10. إذن أول عملية من عمليات الاساينمنت هي المساواة، وهي تسمى بالسيمبل اساينمنت. تمام. ثاني عملية واللي هي طبعا بهذا الشكل بتنكتب، يعني لو عملنا A على سبيل المثال، تمام، ونكتب إشارتين استفهام بالإضافة إلى يساوي ونعطيه قيمة 20 على سبيل المثال. لو رحنا طبعنا الA، هلأ في ملاحظة كثير مهمة حناخدها بهذا الشكل، لو طبعنا الA حيعطيني 10. طيب سؤال كثير مهم، أنا بالدروس القادمة قلت لكم دائما انه هو حيشوف اخر قيمه للمتغير A بالذاكره، اخر قيمه للمتغير A بالذاكره شافها انه 10. طيب غريب، انا هون عملت اعاده تعيين للمتغير واعطيته قيمه 20. شو يعني هذا الكلام؟ بكل بساطه الاشاره الاستفهام يعني انه اذا كان هذا المتغير ليس له قيمه اسند له قيمه. يعني لو كان الـ A ما له قيمه ابدا بهذا الشكل، تمام، وطبعا واستخدمته فحيعطيني 20. ليه؟ لان الـ A هون ما له قيمه، بينما لو كان له قيمة فهو عمليا ما لح يشوفها. إذا تستخدم هذه الإشارة من أجل إذا كانت قيمة الـ A تساوي الـ null، إذا كانت عفوا قيمة الـ A تساوي الـ null أعطي لي 20، إذا كانت قيمة الـ A null خلي قيمته تصير 20. شو يعني null؟ null يعني ليس له قيمة. كلمة null بالبرمجة يعني ليس له قيمة، فإذا كان المتغير A ليس له قيمة أعطيه قيمة 20. بينما لو الإشارة مو موجودة، لو الإشارة الاستفهام مو موجودة فرح يطبع لي 20 على فكرة، ما رح يطبع لي 10. ليه؟ لأنه صار في إعادة تعيين، صار في عندي إعادة تعيين بالسطر 4 وتغيرت قيمته من 10 لل 20. بينما لو أنا بستخدم إشارة الاستفهام مرتين يعني إنه إذا كانت قيمته نل أعطيه لي 20، هون له قيمة فما رح يعطيه 20. بينما لو مسحت ال 10 فرح يصير 20. ليه؟ لأنه قيمة الـ A تساوي النل. تمام؟ يعني أنا لو الـ A ما استخدمت هون شيء بهذا الشكل أو طبعت حيعطيني نل. ليه نل؟ يعني ليس له قيمة. لاحظوا ما في أي قيمة ولا في أي إعادة تعيين. لذلك هي الإشارة بتشتغل فقط لما بتكون قيمة المتغير تساوي النل. ثالث إشارة واللي هي طبعا من الإشارات المهمة واللي هي بلس 20. طيب لو كان مثلا الـ A تساوي على سبيل المثال 1، وعملت أنا A بلس أو زائد تساوي 20، شو يعني هذا الكلام؟ يعني عطي لي 21. شو يعني 21؟ يعني أنا كأني عم أقول له الـ A تساوي A زائد 20 بهذا الشكل. الـ A بلس تساوي 20، يعني كأني عم أقول له الـ A تساوي A زائد 20 بالضبط، ما بيفرق أي شيء الموضوع. تمام؟ لو قلت له مثلا A زائد 1 على سبيل المثال، بنقول له كأنه ضف لي على قيمة الـ A 1 فحتصير 2. إذا قلت 2 ضف لي على قيمة الـ A 2 فلحتصير 3. لو قلت 10 ضف لي على قيمة الـ A 10 فلحتصير 11، مثل ما شايفين بهذا الشكل. نفس العملية هي لو عكسناها وعملناها سالب أو ناقص بهذا الشكل،
فرح يعطيني بالبداية ناقص 9. ليه ناقص 9؟ 1 ناقص ناقص لي من قيمة الواحد 10، فرح يعطيني ناقص 9. تمام، لو كان هون 100 على سبيل المثال نقصنا منه 10 فرح يعطيني 90. تمام، لو نقصنا 20 من القيمة فرح يعطيني 80. تمام، إذا الإشارة بسيطة ومفهومة. نفس الموضوع تماما بالنسبة للمالتبلاي واللي هي طبعا إشارة الضرب بهذا الشكل تنكتب. أوكي، 20 ضرب 100 رح يعطيني 2000 بهذا الشكل. طبعا نفس الموضوع ممكن نستعمل إشارة القسمة طبعا، ولكن مثل ما شايفين إشارة القسمة هون مثل ما اتفقنا أنه حتكون هي حيرجع لي قيمة من نوع دبل. تمام، والA هي طبعا مثل ما اتفقنا انتجر، فيفضل نعملها دبل. تمام، بهذا الشكل حتى تنحل المشكلة. لو طبعنا هلا فرح يرجع لي 5، 100 تقسيم 20 5.0. تمام، نكتفي بهذا القدر.